السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على زوجة يعني بنزيمة الأمريكية تروي كواليس اعتناقها الإسلام من قراءة الكتاب إلى البكاء الشديد، وهذه تنحسب على بنزيمة، تنحسب على بنزيمة يعني وين مليحة يعني وين كشفت عارضة أزياء أمريكية جوردان زوجة اللعاب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي كواليس اعتناقها دين الإسلام في الفترة الأخيرة. عارضة أزياء الكبيرة طق 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 تركت كلش، راحت للطريق الصحيح، قاست كلش وراحت للطريق الصحيح. كاين اللي مخليه الطريق الصحيح وتحوس تروح لي كاين لزواو. شوف كيفاش وكشفت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان زوجة اللاعب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي كواليس اعتناقها دين الإسلام في الفترة الأخيرة. وأجرت جوردان حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية وقالت أنها اعتنقت الدين الإسلام في مسجد بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أنها قرأت كتاب يعني غير من تفكيرها تماما، وفسرت بقولها هذا الكتاب هو الطريق المقدس إلى الإسلام الذي يحكي قصة شخص مسيحي اعتنق الدين الإسلامي مثلي. في الحقيقة وإن بحثت كثيرا وقرأت في هذا الدين واكتشفت أنه رائع حقا. وأضافت كنت أبكي وبشدة عندما قرأت القرآن الكريم خاصة في شهر رمضان المبارك الماضي، وبكيت أيضا لحظة نطق الشهادتين في أحد المساجد مدريد. ويذكر أن بنزيما يحافظ على أداء شعائر الدينية على مدار سنوات الماضية ويصوم شهر رمضان بشكل منتظم، وتوجه يعني مسبق أداء يعني مسبقا أداء مناسك الحج والعمرة، والتقط صور انتشرت على نطق واسع يعني من مكة المكرمة. شو كيفاش يعني أنا نشوفه لعاب، إحنا نتمناه إن شاء الله بربي نشوف كما محرز يعني يكون عنده شخصية كبيرة ويجر ديك تيلور يدخلها الإسلام، يدخل دارهم كونفلي الإسلام كو يعرف. محرز فاني كيدير فاني حاجة مليحة كو يعرف يجر كاع دارهم، يجر ديك أختها، يجر كاع يدخلوا الإسلام حاجة مليحة. كاين يقول لك لا وأنت شا دخلك من يا ودي ما على بالك راكم تهضروا واحد الصوالح تاع اللي أنت شا دخلك في حياته. حنا ماذا بينا نفرحوا، حنا ماذا بينا ونفرحوا. دخل واحد الاسلام، دخل صاحبك، دخل من دخل من دخل. هذه هي حنا ماذا بينا كيما بصح الله غالب دروك كل واحد والشخصيه تاعو يعني ما هي كو زعما فاميلتو ولا يقولوا له يتواصلوا معاه ويقولوا له يعني ماشي يقول لك لاس طومبي خليه، لا ما كاش لاس طومبي نورمال، ما كاش لاس طومبي ريسبون بما الاسلام كاش ماذا به يعني كو يجر خيمه كامله، هذيك الخيمه تاع تيلور كامله يجرها، يطلع عليهم يقرا ويجيب لهم كتب يعني كاين كاين بالفرنسي قران يتقرا بالفرنسي، كاين بلونغلي وكل شيء يتقرا، يدير لها ايات قرانيه في البيت عنده في الدار. خاطش هو راه مسلم، هو راه مسلم يعني فانك هي يدير آية قرآنية مالك شوية قلبها آية قرآنية مالك بالك قلبها يترخب. لا هادو قاع لعابة لعابة ولا بنادم متزوج مع قاورية ولا يحوس كيفاش يجرها، حاجة مليحة هادي راهي حاجة مليحة فانك. ما نعت على الله، ما احنا كلش على ربي يا ولدي والله ما فهمنا. على بالك شوبير راك هدرت على على آية النوري باللي رايح لأبسي أبسي ميلو، هو التقرير يقول لك غادي يروح لمارسي، التقرير وقت آخر يقول لك بيروح. أنا بعد هذيك ما بغيتش نهدر بزاف على الصوالح،
سورتو اللعابه الجزائريين ما بغيتش نهضر عليهم انتقالات تاعهم خاطر على مواقع والناس مامنه، ما بغيتش نهضر عليهم انتقالات تاعهم بزاف باش يكون على بالكم، خاطر على كاين بزاف مواقع يعني خير ربي يعني وين يتكلموا على اللاعبين الجزائريين، خات عارفين بلي الجزائر غادي يروحوا يشوفوا شغل يدير منه ويشرو. هاك شوف دايرين غير اليوم من البارح لليوم ايت نوري في افسي ميلو، ايت نوري متابع من غوارديولا، ايت نوري يعني في مفاوضات متقدمه مع مارسيل. هاك شوف كيفاش غير في ملحقش 24 ساعه يا ربي، واحد 17 ساعه ثلاث فرق هي نورمالمون. كاين شي امور والله دي فوا تهدر عليهم تندم على بالك، دي فوا نهدر نندم، ماشي نندم نجيب وانا نحوس نشوف نروح نشوف الرسمي، ما نروحش انا واحد يكذب ولا نقول لك شوف، نروح ندير ندخل جوجل نشوف السيت الرسمي تاع اف سي ميلون، يعني ولا ذاك الصحافي يعني الصحافي لا تاعه لا الصفحه تاعه ولا شي تاعه ندير تراديكسيون نقراها نشوفها ونهدرها، يعني ماشي غير هاك. هاكا لي مسكين راه يطلع قبل تيخرج، هو لا هاديكو عطار رايح لبايرن ميونيخ، يا ودي بالكم هاد الشكل هو، سيمانة عطار رايح لبايرن ميونيخ، سيمانة أرواح ونعطيكم حقيقة سعطال على ما راحش لبايرن ميونيخ، يا ودي ما راحش ما كان لا حقيقة لا كان حقيقة رايح لا ما كانش رايح ما كانش كاع، غير نتوما تقولوا حقيقة ما حقيقة، والله لا غير نتوما باغي تقولوها، هذا ما كان. يعني نقول لكم راه ثاني كيسموه خرج واحد قال لهم بلي بلايدي راه رايح لصايك سنيا مع كيسموها مع الرجاء، يا ولدي ما كاش تاع الرجاء ما كاش يا صاحبي ما كاش. لكن ما هذه تقراها تشوفها صح، هذا الموقع تخرجت تهدر يعني وين تكلمت يعني في حوار مع صحيفة ماركا، تدخل تشوف الصحيفة السيت تاعها الرسمي يعني الصحافة تاعهم تشوف دير ترانزيكسيون تفهم واش تكلمت على الدين الإسلام، هذا مكان هذه حقيقة يعني بصح ولينا نخاف وتهدر على لاعبين انتقادات تاع المنتخب تاع لاعبين منتخب وطني الجزائر الأندية، تحط على بالك راه يجي هذا المرحلة لي شهرين تاع انتقالات زوار رايح من جاي خليه تا يروحوا هيا ونفرحوا بهم ونقولوا الحمد لله راهم راحوا صحيح. كما كنت نقول لكم على عوار رايح لروما، عوار الناس قال لك لا هذاك ما قال والو، واحد كان يكتب لي قال لي شوفي ما فاهم في جدة والو، عوار رايح لالمان ما كان لا لالمان لا انجليز لا والو، كما قلت لكم رايح روما وراح روما راهو كذبونا هذي، هذي نقولها لكم ونعاودوها لكم، على هذي نقول لكم بلي يا ودي واحد ما يتقلقش، تسمع خبر تجري شوف، كاين خاطرهم كاينين مواقع تاع كذب، تأمن أنت نقولك بلايلي غادي يلعب في الريال، تأمن؟ ما غاديش تأمن، صافي يخرجوا ناس يهدروها لكم ويقولكم خاوتي خواتاتي دخلوا شوفوا الرابط غادي تأمن. وتقول الريال حوست عليه كيما الضربة تاع سليماني رايح لمانشستر يونايتد باغي تعقلوا ليها قبل كورونا 2020، هاو ذاك المخنث هذاك هبل ولا تحسب بلي سليماني ولا يقول لهم كيما سليمان شاهد سليماني في المنصة الشرفية مباراة نعقل ديربي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد، شاهد سليماني في المنصة الشرفية شاهد سليماني على فهم كذب، هذه هي الكذب ولا الكذب بزاف على بالك، على هذيك ما درنا والو، على بعد جات خدنا في حيط وين بيطلعوا كوب دي موند، نهار تولوا تهضروا صح روحوا لكوب دي موند، مادامكم تكذبوا ما تروحوش كوب دي موند، النفاق والنميمه ما غاديش تدي كوب دي موند ولدي خويا، انا نقول لك النفاق والنميمه والله ما تدي كوب دي موند، تقعدوا غير كيما هكا. دي خيا غادي يروح للسعودية، هادي غادي بالك معناتها، واش تحسب؟ كاين بولو، هادي هي، كاين بولو، شاطر شاطر حسب،
كان يكون بونو هو اللي غادي يروح مانشستر يونايتد تحسب باش تعرف كلش على الله. حنا نتبعو التاليه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وديما معكم بجديد، وان شاء الله اللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي.